ايوه كده. الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مستمعينا جامدين جدا. مستمع ريديو الحب اف ام، وحشتونا جدا في احلى كلام مع نسمه واسلام. كانت يمكن فتره طويله واحداث مثيره جدا وكثيره، ودي يمكن اللي خلتنا ما نطلعش الفتره دي هوا. لكن خليني اقول لكم النهارده ان احنا طالعين هوا، وحاسه ان انا يمكن اول مره اطلع هوا النهارده، مش عارفه ليه حاسه ان هي بدايه جديده. يعني اسلام ازيك؟ ازيك يا نسمة، وحشتيني بجد. اخر 25 حاجة بجد، انت وكل اللي بيسمعونا انبد مستمعين، مستمعي احلى كلام مع نسمة واسلام، ومستنين كل مكالماتكم على 09000843 او من اي موبايل على 1797. كمان الاس ام اس يا اسلام داخل مصر على 911-75، ومن الاردن على 90-285، وسوريا من 13-73، وفلسطين من 6-160، والسعودية على موبايلي. بس تضيفوا بس قبليها تكتبوا كلمة رحاب بعدين 636-240، والسعودية من جوالي 84252. ارقام كتيرة، ارقام كتيرة صح. طبعا كل ده عشان احنا مستنيين طبعا تبعتوا لنا كل المواقف الطريفه اللي انتوا شفتوها خلال الثوره من 25 لحد وقتنا هذا. يعني كل حاجه قابلتوها من تيجان شعبيه اثناء الثوره طبعا. يعني اسمع انت، يعني انا عايز بس اقول مستمعينا حاجه. احنا الحقيقه فكرنا النهارده لما نيجي، يمكن احنا دايما برنامجنا بيقوم على استضافه النجوم، بس احنا قلنا النهارده نطلع ونعمل حاجه جديده. يمكن كتير اتكلموا عن الثوره وعشنا الاحداث فيها، قلنا نغير بقى. فطلعنا النهارده في احلى كلام مع نسمه واسلام، وقررنا نعمل موضوع جديد ان احنا نتكلم عن القلشات والقفشات اللي حصلت والحاجات المضحكه اللي حصلت خلال الثوره، في الثوره وبعد الثوره كمان. طبعا يا اسلام انت كانت والعه معاك مولوتوف. مولوتوف صح. عايز اقول كمان انا هعلم مستمعينا النهارده كذا كده كلمه كده من المصطلحات الجديده اللي طلعت في الثوره. يعني بالظبط. بس انا عايز اسالك سؤال بس، ازاي كده عيونك مثيره للدموع كده؟ طيب ايه ما صح؟ خلاص انت وشك بقى. انت بقالك فترة بقى، بقالك فترة ما دخلتش هوا، بقالك فترة ما بتشوفنيش، فقلت تطلع بقى النهاردة. الثورة خدتك مني. طيب ايه رأيكم دلوقتي نروح نطلع مع اول فاصل معانا؟ بس عايز افكر كل مستمعينا برضو، كل اللي حابب يشارك معانا يتصل بينا من خلال الارقام اللي احنا قلناها لكم، وهي اكيد كمان ظاهره قدامكم على الشاشه، ويقول لنا ايه المواقف اللي حصلت لكم، وايه القلشات اللي انتوا سمعتوها، والكلمات الجديده اللي انتوا سمعتوها. عايز اقول كمان ان انا واسلام مش هنكون بس موجودين لوحدينا النهارده في البرنامج. هدبس انا، عايز اقول لكم بس يا جماعه ان انا بدبس دلوقتي معدتنا او عصفورتنا زي عصفورتنا زي ما انا مسمياها ساره خيال، لان هي عندها مواقف كتيره مضحكه جدا انتوا مش متخيلين عشان احنا ساكنين جنب بعض. ف يعني انا بدبسها، انت سمعتي اظن يا ساره دلوقتي، فتجهزي نفسك كده خلال الفاصل ده، فتجهزي نفسك ان انت هتطلعي هوا. هتسمعينا ايه النهارده يا نسمه بقى اول فاصل كده؟ هسمعكم ازاي اغنيه جامده دبابه بجد، جامده دبابه جدا. صح. زي عيونك مثيره للدموع كده بجد. محمد منير بجد ابدع في الاغنيه دي، انت مش متخيل ازاي. يعني نروح نطلع دلوقتي مع فاصل مع اغنيه ازاي لمحمد منير، ونرجع لكم تاني نكمل معاكم في احلى كلام مع نسمه واسلام. ايوه كده. ولسه مكملين معاكم في احلى كلام مع نسمه واسلام، وحلقه جامده النهارده جدا عن جميع القفشات. لو سمحت حلقه ولع مولوتوف. ولع مولوتوف؟ برضو على فكره مثير للدموع، خلي بالك انا افضل ماسكها لك، مثير للدموع. دي معاكسه ولا قفشه؟ اشوف انت عايزه بقى. معاكسه طبعا. ان العصفوره جت. معاكسه طبعا. شايفه القعده وشايفه هي العصافير دايما بتدخل كده. انا القعده وشايفه، انا اللي اقول يلا. منورانا يا ساره بجد. يعني عجبتني، عجبني ادائكم. عجبني التدبيسه، عجبني ادائكم، وحسابي معاكم ان شاء الله كده لما نخلص، يعني بس نخلص على خير. تلامذك، ايه رايك؟ ماسكين يعني ماشيين زي الكتاب ما بيقول. لا عجبتوني، ادائكم عجبني. انا قلت لك بقى حسابكم معايا انتوا الاثنين بعد الحلقه. الحساب بعدين. ساره بقى بصي، بما اننا النهارده موضوعنا اللي احنا حابين ان احنا نتكلم فيه، وطبعا كانت فكرتك. بس ما كنتش فكرتي اللي انت عملتيه فيا ده خالص. فقولي لي بقى ايه المواقف اللي حصلت معاكي، والقلشات اللي انت استنتجتيها بعد الثوره او في خلال الثوره. انت عارفه طبعا احنا
ساكنين كلنا جنب بعض. كارثه. عايز اقول لكم انا احنا ساكنين كلنا احنا ثلاثه في المعادي احنا مش في الحياه. ليه فضحت الدنيا. انا كنت هقول على دلوقتي فضحتي ولاد منطقتنا. شباب منطقتنا اتفضحوا. فاحنا من شباب المعادي يعني. فعايزه اقول لكم احنا كنا عايشين في رعب بجد. اه فعلا. معاكي المايك يعني. بصي يمكن اكتر حاجه بجد كانت كوميديه، انا فاكره اول يومين تقريبا لما السجون فتحت، لان انا كمان ساكنه قريب يعني، انا كنت بسمع طلقات السجون السجن اللي جنبي والشارع بقى. سيبك بقى من اي حاجه ان كل الناس خلاص داخلين عليك والمجرمين هيقطعوكوا بجد، واللي بقى نازل بمسدس، ولقيت بابايا مطلع مسدس. قلت له منين ده؟ انت جايبه منين ده؟ ومن ماسك نبابيت تحت. اول ثلاث ايام فضلنا في رعب. انا بقى لبست حاطه في جيبي من هنا الشطه وفي جيبي تانية فلفل اسود. تقولي هعمل ايه؟ اعمل اكله تقريبا يعني، انا مش فاهمه انا هعمل ايه بالظبط. بس واكلمك في التليفون نسمع حطي في جيبك شطه يعني، يعني لو دخل عليا هلحق اطلع الشطه. لا بس الجميل على فكره برضو في اللجان الشعبيه دي، انت لقيتي عارفه اللي هو المخ بيفكر، الناس بتبدع اسلحه. انا لقيت اللي جاب سكينه وقطع الخشبه النبوت ولا اعملها سيف داخل بيتك. انقذوا الحصان. انا ضحكوا اصلا. انا لقيت ساره بتكلمني على فكره ان انا تقريبا بيتي قريب من كارفور. اوكي. فالمفروض اول ما دخل الناس اللي هم البلطجيه لما دخلوا على كارفور فجايين لنا بقى على الشارع. لما كلمتيني ساعتها ومش عارف، انا كنت انا كنت مسافر بقى ساعتها، فهي افتكرت ان انا بدردل معاها وان انا مش عايز اجي لها وزعلت. بس هي عرفت بعد كده طبعا. يعني عرفت بعد كده يعني. انت كنت بتندل. ما علينا، مش قدام المستمعين يعني، تعمل نفسك بقى شهم فاهم انت. كنت بعدي من تحت. فلقيت ساره بقى بتكلمني بقول لها دول لسه ماشيين من عندنا جايين عليك وبتاع. اه انهيار عياط بقى. لا انا فاكراكي ان ساعتها احنا عشنا الادوات مبدئيا بقى يا جماعه اللي انا استخدمتها. طبعا الشطه دي خدتها من بعدين بقى انتوا عارفين ازايز البرفيوم. اوكي. حطيت فيها كلوريكس وهي شويه من البرفيوم كان فيها مثلا شويه، وشطه حطيت برده جواها شطه. عملت كده بصي خليط كده. احنا عايشين في جو وعايشين في جو. المهم اول يومين كان كده، والولاد بقى واقفين تحت بقى العصيان وبابي نازل والناس نزلت. وناس انا اصلا ما اعرفش نجوم منين يعني، انا ما اعرفش ان كل منطقتنا فيها الولاد دي كلها. لقيت لك 50 60 ولد واقفين وانا مش يا جماعه انتوا بتعملوا مين؟ انتوا جيتوا منين اساسا؟ اول ثلاث ايام كانوا يسهروا واقفين لغايه 6 الصبح والكلام ده كله. بعدين بقى اتقلبت عندنا بحاجه لطيفه جدا. اتقلب باربيكيو. اوف. قلبوها باربيكيو. الشباب قلبوها باربيكيو تحت. قلبت مارينا بابا. بقت مارينا والله العظيم. انت شيش وكله بقى بينزل اكل الاولاد تحت وقاعدين بقى ترابيزات. انا بقول لهم طب خدوني معاكم، انا قاعده 12 يوم في البيت والنبي خدوني معاكم شويه يا جماعه مش كده. لا انا الضحك كمان عايز اقول احنا كنا عايزين اصلا ننزل بالشوام انا وساره مبدئيا. القلب الجريء. يعني لا بس احنا عملنا حاجه. بصي بقى كنا بنغلي زيت. والله كنا بنغلي زيت ونقف في البلكونات. انت ما شفتيش المنظر ده اللي عمل ازمه التموين بعد كده. كانت عايزه مني زيت. بدل ما كده المفروض خلاص يعني احنا في الازمه دي بتجيب ازازه. دي راحت بتجيب الخمس ازايز ليه؟ اتنين للاكل وثلاثه للدفاع. انت تسكت خالص. بس حبه غاليه والتانيين بس تنجد بيك تقول لي انا مسافر. ما انا طيب انا اعمل ايه؟ خلع خلع فعلا. بعد كده تنكري وبعد كده فضلت واقف تحت البيت عندك؟ اكمل لكم لا ده واقف فعلا كان من الناس يعني الجامدين. حتى انا فاكر وشربنا شاي وكيكه واكلنا بسكوت. اسلام كان نازل اصلا يا بنتي معدي مره بالعربيه. كنت معديه الصبح نازله لقيت اسلام بقى معدي بالعربيه كاتب على العربيه ايه؟ حاطط ورقه صغيره دوريه. فظابط شرطه اصلا بيقول له ما تكتب بقى مرور زهراء المعادي وبتاع. الناس يعني هي وضحت السكن فين بالظبط. احنا اتقفشنا احنا كده اتخذنا من قفانا كلنا رسمي. بس فبقول لك ان البنات بقى الدور اللي بتعمله عشان احنا قاعدين في البيوت طبعا كل اللي بنعمله بناكل وبننام وبنسمع اخبار. وضرب نار. وضرب نار. ضرب نار اهم حاجه. الزيت بنغليه وبنقف بيه وحاطين بقى في اكياس النايلون حاطين فيها ميه. وبيض بقى وبيض وحاجات غريبه. فعارفه ان احنا في لوني تونز يعني مش في ثوره خالص يعني. لا بس بجد فعلا ان الحاجات المستفيده فعلا من اللجان الشبابيه دي زي ما انت قلت يا ساره دلوقتي ان انت بتشوفي ناس غريبه اول مره تعرفي في المنطقه. بجد انت يعني عرفتي ناس معاكي في العماره ما كنتيش عارفاهم قبل كده. لا وفي حاجه كمان يا اسلام يعني بجد والله لولا اللجان الشبابيه دي ما كانش الواحد عارف ينام. ده بجد ده حقيقي. لولا اللجان الشبابيه يعني احنا بجد عشنا يومين ضرب نار ورصاص ومفيش حاجه مفيش امان وكانت الدنيا بجد. لولا بجد الولايات دول وبشكر كل الناس اللي وقفت في اللجان الشعبيه دي فعلا. ما كناش احنا بجد عرفنا منين بجد يعني. لا كانت ماساه يعني كل المقاييس الحمد لله يعني. اصل انت جات لك فتره خلاص كل واحد يحمي نفسه يعني. لا وكلمي الشرطه يقول لك احمي نفسك احمي بيتك بايدك يعني. ايه ده يعني كانت لا كانت ماساه في كل المقاييس. طب خلونا بقى نتكلم عن اللي حصل
في ميدان التحرير يعني مبدئيا يا جماعه الاثنين اللي اتجوزوا مبدئيا في ميدان الف مبروك قالك الجوازه اللي هزت عرش مصر لا الجوازه اللي شهد عليها مصر كلها يعني ما فهمتش بس بجد ادي الفكره نفسها فاهمه جديده جديده هم دول بس واللي حلقوا في كانوا بيحلقوا خلاص هي اتقلبت عيشه سكن خلاص طب شفتي انت اليوفط بقى ارحل يا ريس ارحل يا ريس عايز اروح لمراتي عايز اروح لمراتي ولا عايز اروح احلق ولا يعني نعمل ايه طيب بص ده ما ننكرش ان احنا شعب خفيف الدم ابن نكته في عز الازمات بيطلع افيه يعني بنخلق ما يهون علينا هذه الازمه احنا كشعب مصري ده الحمد لله احنا طبيعتنا كده الازمه تعدي هوا من علينا بنبقى خلاص في تجديد تحس ان انت خارجه بصف بنفس صافيه روح روح رياضيه معنا صح زي ما بيقول بالظبط يعني انا حسيت بجد الفتره دي المصريين كلهم يا جماعه انا واحد بالظبط كلنا واحد طبعا انا بس عايزه بس اقول عايزه اعزي ابهاتنا وامهاتنا في الشهداء اخواتنا اللي احنا افتقدناهم في الثوره بجد والف رحمه ونور تنزل عليهم يعني جنة ان شاء الله بجد يعني البقاء ليهم جميعا لان بجد كانوا قايمين بدور يعني طبعاً. قاموا بدور يعني لولاهم ما كناش هنوصل في اللي احنا فيه بالظبط العالم يعني بصي يعني الثوره دي كلها ابطال لان في ناس هقول لك على حاجه إيه على طبعا بعض المواقع وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الناس دي كلها فلقيت ان الناس كاتبه ان اهو اللي في التحرير بس دول الابطال لا انا مش مع الكلام ده مصر كان الابطال اللي في التحرير كان بطل اللي كان واقف بيحرس بيتي وبيتك وبيتك كان بطل البقال اللي كان فاتح في عز الضرب وغير حظر التجول وفاتح عشان يخدمنا ويلبي احتياجاتنا كاحتياجات بيت ده بطل ففعلا مفيش حد مش بطل وانا ضد الناس بتقول لا الفتحير بس ما كانوا ابطال لا بالعكس كل الشعب كان بطل ان كل واحد كان ليه دور ومهم انت وانت في بيتك وانت قاعد على الفيسبوك وتدي رايك عشان بس في ناس تتريقوا على المعلومه دي يا جماعه ان ناس يقول لك انت يا عم ما نزلتش وانت قاعد في بيتك مرتاح معلش انا النهارده انا بنت نفترض مثلا انا يعني اهلي خايفين مش فاهمه ازاي مش عايزين يعني انت عارفه يا ساره احساس الام ان هي ممكن احنا فعلا كان نفسنا ننزل جدا يعني انا كنت من الناس اللي بعيط لامي في البيت عشان انزل بس فعلا ما كانتش راضيه تماما هتعملي ايه؟ هتعملي ايه غير ان انت ممكن ان انت تعملي من خلال الستاتس بتاعتك على الفيسبوك ان انت تكتبي حاجه اللي انت فاهمه بتخاطبي الناس بيها او الناس اللي في التحرير فاهمه؟ بصي هي تتقال بقى كل اللي بجد يعني عايش من قلبه اللحظات دي بقى بجد يعني بطل اي حد اللي قاعد في البيت اللي قاعد بقى بيعمل اي بس اللي حس الاوقات وبجد يعني احنا كلنا كنا بنموت في بيوتنا اللي راح ولا ما يعني اللي راح طبعا ده يعني يا بخته اللي ما راحش بس فعلا انا كنت واحده من الناس اللي قاعده في البيت كنت يعني انا ما كنتش بنام انا كنت تقريبا بنام ساعتين بالظبط عشان اصحى الصبح اشوف ايه الاخبار بتقول ايه عشان ابقى مجمعه كل حاجه احنا قعدنا تقريبا اول ست ايام ما بننامش ده بجد في قلق رهيب في خوف بقى بصي يعني سيب من حاجه الخوف يا جماعه اللي بجد انت في مصر كلها دي كانت كارثه يعني بس الحمد لله طيب نفسك تشوفي بقى مصر عامله ازاي انت كواحده دلوقتي معاصره يعني عايزه تشوفي ايه الجديد كشاب يعني خلاص واحده بقى عايزه بص انا مش عايزه اتكلم في السياسه يعني انا ماليش مش سياسه يعني لا نتكلم كشاب عادي جدا واحد عندي 21 سنه انا نفسي اشوف بلد دي مرتاحه كل حاجه كل اهل البلد دي يعيشوا مستريحين نفسيا وماديا ومش هقول لك يعيشوا اغنياء مش مرفهين يعني مش بس عايزه بجد ما فيش بطاله دي اهم حاجه يبقى بجد في فرص للشباب يبقى في كل حاجه بجد اللي كانوا فعلا الناس اللي ماتت فدا الطلبات دي تتحقق بقى يعني خلاص خدنا خطوه كويسه قوي والحمد لله اتغلبنا عليها والحمد لله الثوره قامت والحمد لله كملت على خير نفسي بقى كل اللي ماتوا كل ضحوا على فكره انا كمان عايزه اذكر ناس يا جماعه مش اللي ماتوا بس يا جماعه اللي انصابوا اهم من اللي ماتوا انتوا مش متخيلين في ناس هتعيش طول عمرها في ناس هتعيش طول عمرها بعهات عشان خاطر الثوره دي اللي فقدوا عينيهم انا لسه كنت اسمع امبارح الاخبار اللي فقدوا سلسله ظهرهم اتكسرت شلل يعني لازم برضو الناس دي ندي لهم حقهم شويه هي الحريه ثمنها غالي بالظبط الحريه ثمنها غالي فانا نفسي بقى كل الناس اللي ضحت بنفسها عشان خاطر البلد دي يترد لها حقها ده اكيد بس ما ننكرش يا جماعه ان احنا بجد كلنا كرامتنا يعني كرامه المصريين في العالم كله يعني انا يمكن الموقف اتحكى اكيد في التلفزيونات وفي الراديوز والحاجات دي اللي هو واحد في المطار في امريكا بيوري لضابط الشرطه بيوري له الباسبور بتاعه فلقى ان هو مصري كلهم راحوا سقفوا له يعني عشان كده المقاله اتغيرت ساعتها بقى زمان كان بيقول لك الجنيه غلب الكارنيه دلوقتي خلاص اللي معاه الباسبور ما يقفش في الدور خلاص على طول جديدة جامد دبابة فعلا انتوا مسيلين للدموع ايه مسيلين للدموع اول مرة اسمعها على فكرة
لا والله ما سمعتهاش. اف اسلام عبد الرحمن بيقول اف. طب بصوا يا جماعه انا مجهزه لكم شويه كلام كده وعشان تحفظوه معايا، بس عايزه اقول لكل مستمعينا كل اللي حابب يشارك معانا ويحكي لنا بقى اي مواقف حصلت له او اي جمل استنتجها خلال الثوره يقدر يتصل بينا من اي تليفون ارضي على داخل مصر على 09843 ومن اي موبايل على 1797 والخط الدولي على 00882162277 45 عايزه كل الناس تشارك معانا عايزين نضحك بقى يا جماعه يعني كفايه بقى مواقف بقى. نطلع دلوقتي ايه رايكم نروح نسمع مصر كل زمن زمانها الهيثم نبيل؟ انا بحبها جدا صح؟ يلا بينا نروح نسمعها ونرجع لكم تاني.